سيدا من اللاعب افريقيا لوس خب افريقيا لوس خب خب لاعب نادي لانس كرة أمامية كل كرة عالية ما موفقش في لاعبين المنتخب المغربي الحكم المالي كومان كوليبالي الآن هذا إنذار شفوي نرجع كل لاعبين بالمقابل بين ذاك ولا ذاك سوى على أرضية تعتقد ما غيكونش وقت بدل ضائع كثير فالحكم الرابع إلى ضعف أربعة دقائق سنكون جد ممتنين مبارك مصطفى وزاوية وقت بدل ضائع كثير فالحكم الرابع إلى ضعف أربعة دقائق سنكون جد ممتنين مبارك مصطفى وزاوية زال فريق الدفاع الجديد يبحث عن الحلول تلو الحلول وأولمبيك خريبكا كرة لصالح الجيش هجمة مرتدة في الجهة اليمنى مهدي عزيم أولمبيك خريبكا كرة لصالح الجيش هجمة مرتدة في الجهة اليمنى كما قلت 4 و5 لاعبين من الجيش في وسط الميدان يبحثون عن المحاولات كما قلت 4 و5 لاعبين من الجيش في وسط الميدان يبحثون
14 مقابلة هزم 6 ديال المرات الآن كرة لفائدة فريق الرجاء تمريرة ممتازة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي ولكن تدخل ناجح للاعب سالف كيتا 6 ديال الهزائم بالنسبة لفريق الدفاع الحسين الجديدي كان آخرها وأقصى مقابلة هزم 6 ديال المرات الآن كرة لفائدة فريق الرجاء تمريرة ممتازة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي ولكن تدخل ناجح للاعب سالف كيتا 6 ديال الهزائم بالنسبة لفريق الدفاع الحسين الجديدي ما كاينش خطأ يقول سيد بوشطاط قريب جدا من نقطة العمليات كتنتقل يقول سيد بوشطاط قريب جدا من نقطة العمليات سباق الفوز بلقب هداف إن هو أراد سباق الفوز بلقب هداف المعينة خص بالذكر بوكار فيلوني الأرجنتيني كرة الآن أمامية تدخل الدفاع ديال الفريق الجديدة أوسكار فيلوني الأرجنتيني كرة الآن أمامية تدخل الدفاع ديال الفريق الجديدة سيخوضه بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيخوض مباراتين أعداديتين مشعل مباركي يمر يدخل المعترك المرة وركنية مشعل مباركي أنشط عنصر على مستوى الهجوم ديال الفريق بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيخوض مباراتين أعداديتين مشعل مباركي يمر يدخل المعترك المرة وركنية مشعل مباركي أنشط عنصر الرجاء البيضاوي مشعل مباركي فريق الرجاء البيضاوي مشعل المباركي شال الوراء بعض الشيء كيرفع الكره في اتجاه اللاعب الشيبي شيبي ممتازه كينزل عند اللاعب باكايوكو باكايوكو تدخل الدفاع ما كاينش خطا يقول الحكم سيد بوشطاط باكايوكو تفقد احوال اللاعب باكايوكو لاعب الايفواري بدا تدخل سالف كيتا الخامسة عشرة كرة أمامية باتجاه اللاعب الصالحي الصالحي هو سالف كيتا والكرة خارج الملعب كرة أمامية باتجاه اللاعب الصالحي الصالحي هو سالف كيتا والكرة خارج الملعب الصالحي المكان اللي كيتوجد فيه اللاعب الصالحي التمريرة كيتوجد الآن وراء المدافعين اللاعب الصالحي و سيدة من اللاعب الصالحي المكان اللي كيتوجد فيه اللاعب الصالحي التمريرة كيتوجد الآن وراء المدافعين اللاعب الصالحي و سيدة من اللاعب سالف كيتا انطلاقة هجمات مضادة من تعاقد مع الإطار الوطني محمد الفاخر كرة الآن لمصلحة الرجاء محمد الشيبي كرة أمامية كرة أمامية باكايوكو يبحث عن هذه الكرة ولكن تدخل في الأخير ديال اللاعب سالف كيتا كان ضغط ضغط من اللاعب فيفيان كرة الآن لمصلحة الرجاء محمد الشيبي كرة أمامية كرة أمامية باكايوكو يبحث عن هذه الكرة ولكن تدخل في الأخير ديال اللاعب سالف كيتا كان ضغط النهائية والوداد بدأ وكأنه غير جاهز ليس بدنيا أو تقنيا أو فنيا بل نفسيا للتعامل مع نهائي حارق أمام الترجي التونسي العامل النفسي كان مؤثر إلى حد كبير في المباراة النهائية والوداد بدأ وكأنه غير جاهز ليس بدنيا أو تقنيا أو فنيا بل نفسيا للتعامل مع نهائي حارق أمام كان شارك مع المنتخب الجامعي في ألعاب المغرب العربي بالجزائر عام 74 عام 90 كانت بدايته كمدرب ومدرب مساعد ومدرب سويسريا مع جنيف ولما كان مدرب الصفاقسي خسر كبيرا في كرة القدم الإفريقية كرة مشات من جيسي أوندما خطأ ضد أوندما هذا المدرب السويسري ميشيل دوكاستيل يفكر كثيرا في هذه المباراة في تجاوز الإخفاق في نهائي دوري أبطال إفريقيا لعدم تواجد حارس يفي بالغرض لديه الخبرة الكافية
للوداد الرياضي في البطولة الوطنية، خصوصا وأنه تنتظر مباراة هامة في البطولة الوطنية قبل الكافية للوداد الرياضي في البطولة الوطنية، خصوصا وأنه تنتظر مباراة هامة في البطولة الذي يلعب اليوم بقميص الوداد. دون أن ننسى أنه آخر هدف سجل بالمركب الرياضي محمد الخامس يلعب اليوم بقميص الوداد. دون أن ننسى أنه آخر هدف سجل بالمركب الرياضي محمد الخامس في مرمى الوداد الرياضي. سفيان قدوم للاستلام من قرناص يبحث عن الحلول، يعيد الكرة مجددا لسالف كيتا ابن بانجي بإفريقيا الوسطى، مدافع منتخب إفريقيا الوسطى في لم أقول ورطة لكن في موقف صعب، هو يواجه آلاف المناصرين كانوا يدور أبطال إفريقيا ولم يتجاوز المغرب الرياضي الفاسي في الدورة النصف النهائي. على ذكر الماس، على ذكر النمور، سيكون عرس كبير لكرة القدم الوطنية أظن في خمسة قاع أكثر تفعيلا من باقي الأندية، إلا أنه ما كافيش الأندية الوطنية ملزمة بالاهتمام بجانب التواصلي مع رجال الإعدام الإعلام لتفادي المعلومة الخاطئة. هنا كرة مرفوعة من الجهة اليمنى، باسكال أنغان تجاه نجيسي، تعود للدفاع من رضا الرياحي. متاعب بنعطي الآن السويسرية مع جنيف، ولما كان مدرب الصفاقسي خسر تسعة نهائيات لنفسه اسما كبيرا في كرة القدم الافريقية. كرة مشات من جيسي اون